هاد بطبيعه الحال اول حاجه كانت دارت على اثر توصل وزاره الجيش نقل لوجيستيك بالنشرات الانذاريه ديال مديريات الارصاد الجويه خاصه ما بين 4 فبراير الى غايه 12 فبراير، وبطبيعه الحال اصدرنا بلاغات للمواطنين، ولكن كاين واحد العدد ديال الامور بطبيعه الحال دارت اللي كنت تكلمت عليها في يعني في السؤال السابق، الاعداد العادي. لكن هاد السنه هذه تقريبا كانت عندنا حوالي 5880 كيلومتر من الطرق الوطنيه والجهه والاقليميه، منها 102 كيلومتر كانت في الخميسات و54 في اكادير داو تنان، 21 كيلومتر تابعه لاقليم عارج، بمعنى توسع المدى ديال الثلوج. اذا هذه كلها اشتغلنا فيها الان، تم فتح جل المحاور، بقي عندنا واحد 7 المقاطع جهويه واقليميه نحن بصدد فتحها، وكاين بطبيعه الحال بعض العمليات معقده بحال هذيك القضيه ديال الرحال اللي كانوا في الجبال اللي تستلزم بوحدها استلزمت تقريبا 4 ايام ديال العمل المتواصل. شكرا. اسال الله ان يرحمهم جميعا. انا تكلمت على السائق اللي عندي، يعني وفاء لهاد الناس اللي كانوا تيشتغلوا يوميا وتينعسوا ساعتين المكانه في الليل، واللي خص الناس يراعيوا لهم ويراعيوا الظروف ديالهم. طبيعة الحال انا ما في علميش، والا لكنت ترحمت على الجميع، اسال الله عز وجل ان يتغمد الجميع بالرحمه ديالو. بطبيعه الحال هذه كلكم تتقولوا هذه ثلوج استثنائيه، وحنا تعاملنا معها بشكل استثنائي. طبيعة الحال هذا الذي وقع سيكون له ما بعد، لانه السنوات الفارطه ما كانش عندنا هذه المقاييس ديال الثلوج. انا تكلمت على بعض الاقاليم اللي حتى هي دخلات في هذا المدى ديال الثلوج. لكن نعود على بد، راه احد النواب قال على وزاره جيز والنقل، فرق وزاره جيز والنقل، وانتم ترون ذلك في القناه الاولى، اغلب المتدخلين يعني من وزاره جيز والنقل بطبيعه الحال بمعيه المتدخلين الاخرين، لكن حنا تيوقع على العاتق ديالنا اننا نزيحوا هذا الثلوج. مره اخرى تنقول حنا معنيين بالطرق المصنفه، ومع ذلك تدخلنا 687 كيلومتر اللي هي ليست مصنفه، وحاولت وزاره التجهيز والنقل بالامكانيات والاليات اللي عندها انها تدخل فيها. راه انا القضيه ديال الرحل اللي تكلمت عليها، منين تنقول 4 الايام ديال الاشتغال، 4 الايام ديال الاشتغال، واضطررنا ان ناتي بالاليات من مختلف الاقاليم، وداك الشيء صعيب لانه ما تتكونش عندك طريق مصنفه يصعب حتى الاشتغال في ليلا، تتكون مضطر تشتغل في النهار لان ما تتكونش عارف بطبيعه الحال شنو اللي غتلقاه قدامك. فاحنا ان شاء الله بطبيعه الحال بعد هذا الذي يقع، نسال الله عز وجل ان تمر الامور بخير. اكيد ان مجموعه الامور اللي قالوا الساده النواب ستؤخذ مع الاعتبار على مستوى الاليات، على مستوى التدبير، خاصه في علاقه ازاحه الثلوج بالجماعات الترابيه اللي تيدخل ضمن الاختصاص ديالها الطرق الغير مصنفه، اللي خص تعطي لها الامكانيات، ووزاره الجيز والنقل مستعده بطبيعه الحال تعطي المواكبه التقنيه ديالها. انا كنت غير بغيت نقول لواحد السيد ما بقالكش.